اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مرة أخرى بكم. خلونا نشغل التطبيق PHP Artisan Serve. تمام، راح اشتغل على اللوكال، ناخذ هذا الرابط، نعمله كوبي، نجي على البوستمان. البوستمان نحتاج انه نفتح تاب جديد، وهنا راح يكون عندنا O A Q H Oath. اوكي، تمام. ونقول له طبعا هذا اذا نريد اول حاله نعملها اللي هي حاله اللوجن، لكن احنا نعرف انه لا يوجد لدينا يوزر، فلازم اول شيء نعمل ريجستر. فاكيد هنا لازم نستخدم اول شيء API/register. تمام، اكيد الحاله اللي عندنا، طبعا هنا ظهر لي ايرور طبعا، لان هذا لازم يكون اول شيء بوست. اوكي، هذا لازم يكون بوست. تمام، احنا بنضيف للداتابيز. شو هو الاشياء اللي بنضيفها للداتابيز؟ في البادي اجي اذكر هنا انا عندي مثلا النيم، انا احتاجه النيم مثلا محمد عيسى، الباسورد اتصور ايميل، ثاني شيء كان محمد @gmail.com، وعندي ايضا الباسورد و C password. فانا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. فخلنا نجي نعمل send. اوكي، ظهر عندنا ايرور. الايرور هو بسبب مين؟ لانه احنا يمكن استنسخناها. لحظه، احنا نا register. اوبس، لاحظ احنا نا عندنا غلط. هذا لما نسخناها نسينا نكتبها. لاحظ هذه هي مشكلة اللصق. كيف؟ خلينا نجي مرة أخرى نعمل Ctrl C Clear، نرجع نشغل PHP Artisan، نعمل Register من جديد. أها، نجحنا. لاحظ Succeed. الداتا، لاحظ التوكن، التوكن في الباسبورت يكون طويل جدا. لاحظ هذا كله توكن. أوكي، النيم هو محمد، اليوزر created successfully. ممتاز عليك. يبقى علينا شو؟ يبقى علينا هي عملية اللوجن. كيف نعمل عملية اللوجن؟ أيضا سهل جدا. لو نجي هنا نفتح لنا لسان جديد، ناخذ طبعا هذا كله، نجي نفتح لسان جديد أو تاب جديد، أو أوث. تمام، بهذه الصورة، ونجي نكتب هنا على سبيل المثال توكن. تمام، طيب بالنسبة للتوكن كيف أنا أسجل عملية اللوجن؟ كيف راح تكون؟ لاحظ هنا أنا عندي الإيميل، أوكي، اليوزر نيم اللي هو راح يكون إيميل. فباللوجن، أوكي، هذا أكبركم إياه شوي. لاحظ /OAUTH/token. فهذا راح يكون بول. تمام، خلينا نصغر الان شوي. هذا راح يكون بوست. لما يكون بوست راح يكون عندي البادي يشتغل. لاحظ لما اعمل جيت البادي غير فعال، لازم اضغط على البوست يكون البادي فعال. فاول شيء انا احتاج الى اليوزر نيم اللي هو راح يكون الايميل، ثاني راح يكون باسورد، اللي هو راح يكون 1 2 3 4 5 6 حسب الباسورد اللي اختاريته، صح؟ تمام. ويحتاج الى grant type. تمام، grant type password. اوكي، فهنا عندك grant type، هنا لا ننسى نكتب نقدر ناخذ النسخ. الجراند تايب ايضا يحتاج الباسبورت. اوكي، ويحتاج لنا الكلاينت اي دي، ويحتاج لنا الكلاينت سيكريت. تمام، كلاينت اي دي، كلاينت سيكريت، دول الاثنين كيف راح تجيبهم؟
هذا يتم خزنهم في التطبيق اللي راح تصنع لهم سواء كان ويب سايت أو كان موبايل. 12 في اللوجين نجرب ال 12 كلاينت. اوكي واس سيكريت. نعمل سند. اوكي تمام تمام. فنال 12 احنا عندنا، لاحظ التوكن تايب هو بارير، في عندك جي دبليو تي، في عندك بارير. هذا بارير اوكي، السابقه كانت هي جي دبليو تي. الاكسباير ان هو عندك التوكن وعندك الريفرش توكن تمام. فعندك اللوجن تم بنجاح بدون اي مشاكل. خلينا نجرب على البرودكت ليست. خلينا نجرب على البوك ايضا. لو اجينا على هنا الاي بي اي راح يكون بوكس تمام. فخلينا نعمل هنا سند. لاحظ يعطيني ايرور. اوكي لو جيت استخدمت البارير توكن وجيت اخذت من هذا التوكن، لاحظ هذا اكسس توكن اللي ينتهي هذا المكان، كوبي استبدله بهذا واعمل سند. اوكي ليش لحظه خليني اول شيء نشوف الراوت. اوكي هذا اليوزرز هنا موجود، البوكس غير موجود تمام. فلازم احنا نضيف البوكس راوت ايضا معهم حتى نستطيع انه نشوفها. هذا اتصور احنا ما ضفناهم في ال، طبعا هنا ايضا لازم نغير على فكره. هنا أنا بدل جي دبليو تي اوث راح يكون اوث كاي بي اي. اوكي نايس. خلينا نعمل هنا سيف، نرجع مره اخرى نعمل هنا كنترول سي، نرجع نعمل بي اتش بي ارتيسان سند. اها لاحظ اشتغل عندي تمام، اشتغلت عندي. حلو حلو نايس 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 نايس. اذا احنا استطعنا انه نجيب البيانات، يبقى علينا انه احنا كيف نضيف البيانات وكيف نخلق البيانات. كل هذه الامور سهله، نفس الراوت احنا ممكن نستخدمه ويا الباقي. يعني على سبيل المثال احنا نقدر ناخذ هذا التوكن ونيجي على، خلينا نقول نجي على هذا، نجي نقول له بوست. اذا نريد نضيف على سبيل المثال كتاب، فالنيم يساوي Laravel 5 و details Laravel details. اوكي هنجي نعمل هنا send. اوكي ممتاز. فنفس الفكره لو نجي نكتب هنا ruby on rails، ruby on rails send. ها تمام django تمام. نعمل send يقوم بإضافتها. فهنا الاثنتيكيشن من هو؟ الاثنتيكيشن احنا عملناها صح. ففي البادي لما نجي نعمل get راح يطلع لي كل الريكوردز اللي احنا ضفناهم. لاحظ نجحت. لا تنسى التوكن اهم شيء. اوكي فعندك ايضا البوت في حالة اذا تحدثها مثلا الاي دي 2. اوكي الاي دي 2 او احنا اخر شيء شو كان جانجو صح للاي دي 22. اوكي للاي دي 22 يعني جانجو مثلا 1.11 تريد تغيره، اعمل send تم false. لان احنا قلنا هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى جيسون. اوكي طريقه جيسون. فهنا نجي فقط ناخذ هذا المحتويات. اوكي
فالنيم بهذه الصورة بارزة details بهذه الصورة نأخذ من هذا this one okay بهذه الصورة فممكن نضيف هذا أيضا وياها طبعا هذا لازم نعمله JSON okay فعمل send تمام حلو لا تنسى حتى تعمل هذه العمليات لازم تختار bearer token وضيف التوكن اللي انت عملته اصلا login تمام هذا اللي هو access token اللي انتي لحد الفارزة اوكي طبعا تاخذ انت ما في داخل علامة التنصيص اوكي وليس مع علامة التنصيص فقط الداخل علامة التنصيص فتقدر ايضا تعمل هنا على سبيل المثال هذه اذا مسحناه وجينا عملنا هنا get send كيف في عندك هنا معلومتين ممكن انه 22 تحذفها على سبيل المثال 22 تختار الاوبريشن ديليت سند ذاتس ات تم حذفها بنجاح والتاكيد على ذلك لان احنا تركنا مسافه عفوا سوري احنا لم نختار اصلا الجيت انا نختار الجيت لاحظ بيظهر عندك البيانات ففي الحالة البيانات ممكن نعدل عليها نضيف عليها وبمساعدة التوكن بحماية التوكن أيضا يبقى علينا بالدرس القادم أنه نرفع المشروع لهنا نقول لكم مع السلامة.